طب حضرتك قلت نادي الزمالك انشئ سنة 1911، النادي الاهلي انشئ سنة كام؟ 1907. اللي ألفه طلبة المدارس العليا كانوا ضد الاستعمار الانجليزي، فكونوا جمعية اسمها جمعية النادي الاهلي على اساس انهم يضربوا الانجليز ضد الاستعمار، ولذلك فانيله النادي الاهلي الناس ما تعرفش ده فانيله النادي الاهلي الحمراء دي علشان دم الانجليز. يعني هما الاول سموه الاهلي على اساس الاهالي متجمعه. ايوه الاهالي متجمعه. وبعدين اتضح انهم بقى بيحاربوا الانجليز ويضربوا الانجليز ويقتلوا في الانجليز، ولذلك دم الانجليز هو دم لون الفانيلا الحمراء بتاع النادي الاهلي. الاهلي طبعا هو صاحب الشهره الاولى.